بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه أسار على نهجه تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فالموضوع موضوع مهم جدا، ويتكون من شقين. الشق الأول خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضوع الثاني أو الشق الثاني وجوب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ولا أظن أنني سأوفي هذا الموضوع حقه أو أقارب، ولكن إذا حصل بعض الشيء فشيء خير من لا شيء كما يقولون. الخلق فسروه بأنه السجية التي تكون في الإنسان، وفسروه بأنه بذل الندى وكف الأذى، وفسروه بأنه طلاقة الوجه وحسن الكلام، وفسروه بتفسيرات، كل تفسير لا يختلف مع التفسير الآخر، فهو يجمع كل هذه المعاني. وقالوا إن الخلق والخلق، الخلق هو الصورة الظاهرة للإنسان، والخلق هو الصورة الباطنة. وفي المأثور: اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي. فمن الناس من يرزقه الله خلقا حسنا وخلقا حسنا، فيجمع له بين الأمرين حسن الخلق وحسن الخلق. ومن الناس من يفقد الصفتين، لا خلق حسن ولا خلق حسن. ومن الناس من يعطى خلقا حسنا ولكن ليس له خلق حسن، كما قال الله تعالى في المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ومن الناس من يعطى خلقا حسنا ولا يعطى خلقا حسنا، فالله جل وعلا حكيم في خلقه وعطائه. وعلى كل حال، من رزق حسن الخلق فإنه رابح، سواء كان خلقه حسنا أو كان خلقه غير ذلك. أما جمال الظاهر مع قبح الباطن فهذا لا يعطي إلا الخسارة. حسن الخلق ممدوح، ممدوح عقلا وشرعا بلا شك.
أن العقلاء يثنون على حسن الخلق، تجدون هذا في أشعارهم وفي مقالاتهم. وأما شرعا فأحاديث كثيرة تمدح حسن الخلق وتذكر ثواب صاحبه عند الله سبحانه وتعالى، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. ولما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ بحسن الخلق ما لا يبلغه الصائم القائم والمجاهد. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل الناس إيمانا أحاسنهم أخلاقا. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بحسن الخلق مع الناس. قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الله جل وعلا يقول: وقولوا للناس حسنا. ويقول جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال جل وعلا: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فيكفي أن الله جل وعلا شهد له بحسن الخلق، فقال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ممتثلا أمر ربه، كان يعفو عن المسيئين وكان يستغفر للمذنبين، وكان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه تطييبا لخواطرهم وتواضعا منه صلى الله عليه وسلم. فكان يشاورهم في الأمور المهمة مع أنه رسول الله ينزل عليه الوحي ويوجه من الله سبحانه وتعالى، لكن مع هذا أمره الله بأن يشاور أصحابه وشاورهم في الأمر. استشارهم يوم بدر أشاروا عليه، واستشارهم يوم أحد أشاروا عليه، استشارهم في غزوة الخندق لما تصالح مع الأحزاب على أن يدفع لهم قسطا من ثمر المدينة، فقالوا: إن كان هذا شيئا أمرت به فسمعا وطاعة، وإن كانت المشورة فلا، نحن حميناها منهم في الجاهلية فكيف لا نحميها منهم بعد أن من الله علينا بالإسلام. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم
كان يستشير أصحابه، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ومن تطيب خواطره. ثم بين الله سبحانه وتعالى ثمرة حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى ألقى محبته في قلوب أصحابه بل حتى في قلوب أعدائه، فقال: ولو كنت فظاً، الفظ هو الغليظ الجافي، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني تفرقوا. فدل على أن الذي جمعهم عليه صلى الله عليه وسلم هو حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. وهكذا يجب على كل مسلم، خصوصاً الذي يدعو إلى الله عز وجل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتولى أمور المسلمين في القضاء أو في الإمارة أو في أي مسؤولية، يجب عليه أن يكون حسن الخلق مع الناس حتى يقبل الناس عليه بقلوبهم، وحتى يرضوا بما يوجههم إليه ويقتنعوا. وقال سبحانه وتعالى في آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفاته صلى الله عليه وسلم. من أنفسكم يعني من جنسكم، عربي يتكلم بلسانكم وتفهمون خطابه، ومن أنسابكم فهو من أنفسكم تعرفونه، تعرفون صدقه، تعرفون أمانته، وكانوا كذلك يعرفونه حتى لقبوه بالأمين في الجاهلية قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، لقبوه بالأمين لحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. وحتى هذه صفته في التوراة والإنجيل يجد هذا أهل الكتاب في كتابهم، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ففي كتبهم من وصفه صلى الله عليه وسلم أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجازي بالسيئة ولا يجازي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام. هذه صفاته في التوراة والإنجيل والقرآن: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حريص عليكم، حريص على هداية الناس، يحب لهم الهداية، لأنهم إذا اهتدوا أفلحوا ودخلوا الجنة وسعدوا في الدنيا والآخرة، فهو يريد لهم الخير ويحرص على هدايتهم ويجد ويجتهد في هدايتهم حتى يتعب نفسه صلى الله عليه وسلم ويتحمل المشاق ويتعرض للأخطار من أجل هدايتهم، حتى قال الله تعالى له: لعلك باخع نفسك إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع يعني مهلك من شدة حرصه صلى الله عليه وسلم وتأسفه على إعراضهم، يريد لهم الخير ويريد لهم النجاة، وهذا من حسن
خلقه ونصحه صلى الله عليه وسلم. ثم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذه صفته مع المؤمنين. الحرص كان حريصا على هداية كل الناس، ولكن الرأفة والرحمة خاصة بالمؤمنين. بالمؤمنين رؤوف رحيم، كان صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يشق على المؤمنين. حتى إنه كان صلى الله عليه وسلم يرغب العمل الذي يتقرب به إلى ربه، لكن إذا تذكر أن هذا يشق على الناس كان صلى الله عليه وسلم يترك هذا العمل أو يخففه رحمة بالناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل وضوء، وفي رواية عند كل صلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل، لكن كان صلى الله عليه وسلم يقدمها في أول وقتها رحمة بالناس. كان إذا رآهم اجتمعوا عجل الصلاة عليه الصلاة والسلام رحمة بالناس. وفي ليلة تأخر حتى ذهب كثير من أول الليل، خرج صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته ورأفته بهم. في صلاة التراويح كان يصلي عليه الصلاة والسلام منفردا، فجاء أناس وصلوا خلفه، وفي الليلة الثانية كثروا، وفي الليلة الثالثة ضاق بهم المسجد، في الليلة الرابعة جاءوا وكانوا أكثر، فتأخر صلى الله عليه وسلم ولم يخرج إليهم. فلما صلى الفجر قال: لقد علمت مكانكم الليلة ولم يمنعني من أن أخرج إليكم إلا خشية أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. ولما أسري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، فرضت عليه الصلوات 50 صلاة في اليوم والليل، فما زال يسأل ربه التخفيف ويقول: إن أمتي لا تطيق ذلك. وما زال الله يخفض من عدد الصلوات إلى أن وصلت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة. قال الله سبحانه وتعالى: هي 5 ولكنها 5 في العمل، ولكنها 50 في الميزان، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وقال سبحانه وتعالى: خففت فريضتي. وقال سبحانه وتعالى: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. كل ذلك بسبب مراجعة هذا النبي الكريم لربه عز وجل أن يخفف عن أمته. كان يقوم في الصلاة وخلفه المهاجرون والأنصار، ومن خلفهم النساء، فكان إذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة رحمة بأمه، خفف الصلاة
رحمة بأم هذا الصبي. كان صلى الله عليه وسلم يصلي ثم يجيء الحسن أو الحسين رضي الله عنهما وكان صغيرين، ابن بنته فاطمة رضي الله عنها، فيركبان أو يركب أحدهم على ظهره صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فيطيل السجود خشية أن يغر بهذا الطفل الذي على ظهره صلى الله عليه وسلم. فهذا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ومن رحمته بضعفاء أمته. وقال إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، وقال صلى الله عليه وسلم أبغوني في الفقراء والمساكين. وكان صلى الله عليه وسلم في الغزوات أو في الأسفار، كان صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الساقة يتفقد الضعيف والذي تعطل به السير، يتفقد عليه الصلاة والسلام أصحابه. كل هذا من رفقه صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته بأمته. عزيز عليه ما عنتم، كان صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يشق على أمته. ما عنتم يعني ما يتعبكم، فكان يعز عليه بمعنى أنه يشق عليه صلى الله عليه وسلم ما يعنت أمته، أي ما يشق عليها. هذه صفاته صلى الله عليه وسلم كما ذكرها الله في كتابه الكريم. وقال سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، شهادة من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم. وإذا قال الله سبحانه وتعالى عظيم فإن هذا شيء لا أعظم منه. هذا خلقه صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله. ولما سئلت عائشة أم المؤمنين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت للسائل ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يتخلق بما في القرآن فيفعل ما أمره الله تعالى به ويترك ما نهاه الله عنه في هذا القرآن. فإذا أردتم أن تعرفوا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدبروا القرآن وتأملوا في معانيه وما يأمر به وما ينهى عنه، تدرك أن هذا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان متخلقا بخلق القرآن عليه الصلاة والسلام. قال خادمه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي في يوم قط أف، ولا قال لي في شيء لم أفعله لما لم تفعله، ولا لشيء فعلته لما فعلته. كان صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط، إن ساغ له أكل وإن لم يناسبه تركه عليه الصلاة والسلام، ولا يعيب الطعام. هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. أما خلقه صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمناوئين له
فكما ذكر الله سبحانه وكما أمره بأن يقابل الكفار بالصبر واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون فاصبر صبرا جميلا واهجرهم هجرا جميلا والله جل وعلا يقول له فاصفح الصفح الجميل. الصبر الجميل هو الذي ليس معه شكاية إلى البشر, هذا هو الصبر الجميل. أما اللي يقول أنا صابر ثم يتشكى عند الناس ما هو بصابر. أما أنه يشكو إلى الله فلا بأس, هذا ما يضر الصبر. فيعقوب عليه السلام يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. والهجر الجميل هو الذي ليس معه عتاب, لهجر وترك ليس معه عتاب. الصفح الجميل هو الذي ليس معه منه, تصفح عمن ظلمك ولا تتمنن عليه تقول أنا عفوت عنك وأنا أكرمتك لا لا تقول هذا. الصفح الجميل إنك ما تمن على من صفحت عنه وعفوت عنه, بل لأنك ما تركت ما عملت هذا إلا لله سبحانه وتعالى. ويقول الله جل وعلا له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أعرض عن الجاهلين اتركهم. والمراد بالجهل هنا ليس عدم العلم, لا, المراد بالجهل هنا ضد الحلم. الجهل هنا المراد به ضد الحلم. فإذا أحد أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار أو غلظ له بالقول فإنه صلى الله عليه وسلم يعرض عنه. وأعرض عن الجاهلين يعني الذين لا أحلام لهم ولا عقول لهم تحجزهم, فأنت أعرض عنهم ولا تطاولهم بالكلام. وأعرض عن الجاهلين. ولهذا لما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكان جافيا غليظا تكلم على أمير المؤمنين وقال له إنك لا تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل ولا, فهم عمر أن يوقع به. فقال قريب لهذا الرجل وهو ابن أخيه الذي جاء معه وكان من أفاضل المؤمنين, قال يا أمير المؤمنين الله جل وعلا يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين. فأعرض عنه النبي, أعرض عنه عمر رضي الله تعالى عنه ولم يتجاوز الآية. هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله له ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. جاءه يهودي قد داين الرسول صلى الله عليه وسلم, وكان الرسول مدينا لهذا اليهودي يطلبه حقه, فأغلظ على النبي صلى الله عليه وسلم القول وقال له كلاما نابيا. فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باليهودي أن يبطشوه, فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا, كان الأولى بكم أن تأمروه بالإمهال وأن تأمروني بحسن القضاء, هذا الأليق بكم. تأمروه بالإنظار
وأن تأمروني بحسن القضاء، أن تأمروني بحسن القضاء، أما أن تهم بالبطش به فهذا ليس من الأخلاق، مع أنه يهودي لكنه صاحب حق يطلب ما له حقه. وفي مرة من المرات، وقد جاء من غزوة حنين وقد نصر الله المسلمين وأفاء عليهم من أموال عدوهم، لحق به أعرابي فجذب النبي صلى الله عليه وسلم ببرد كان عليه جذبة شديدة حتى أثر طرف البرد في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد أعطني مما أعطاك الله، كلام جافي وفعل جاف. ماذا قابله النبي صلى الله عليه وسلم؟ التفت إليه وهو يبتسم عليه الصلاة والسلام، ثم أمر له بعطاء. هذا خلقه صلى الله عليه وسلم، أو هذه نماذج من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، تعامله مع من أساء إليه. فهذا موقفه مع الكفار. أما موقفه مع المؤمنين فهي كما ذكر الله جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، بينهم الرحمة تعاطف والتعاون بين المؤمنين، اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فهو قدوته محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، ولهذا نماذج. من حرصه صلى الله عليه وسلم على دعوة الكفار مع أنهم أعداؤه وخصومه الألدة، كان يحب لهم الخير ويحب لهم الهداية ويبذل الشيء الكثير من جهده وتعبه في هدايتهم، ولا ييأس عليه الصلاة والسلام. من ذلك أن الكفار، صناديد الكفار، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس معهم وألا يحضر مجلسهم ضعفاء المسلمين، صهيب وعمار وبلال، قالوا له: اطرد هؤلاء عن مجلسهم. فكان صلى الله عليه وسلم من حرصه على هداية هؤلاء أن هم أن يمنع هؤلاء الضعفاء من المسلمين الذين جاءوا للتفقه في دين الله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن المصلحة في أن يمنعهم من حضور مجلسه مع هؤلاء الأكابر من قريش، رجاء أن يهديهم الله. فأنزل الله قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هكذا أمره الله سبحانه وتعالى أن يقابل ضعفة المسلمين.
وقال سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نهاه الله سبحانه وتعالى أن يعزل هؤلاء الضعفاء عن مجلسه إذا حضر هؤلاء الأكابر، بل أمره أن يتيح لهم الفرصة وهم أولى من غيرهم لتقبلهم للحق ومحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، أولى ممن أعرض عنه صلى الله عليه وسلم. وكان في مرة يخاطب هؤلاء الأكابر من قريش طمعا في هدايتهم، فجاء عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كره مجيئه في هذه الحالة أو في هذه اللحظة ليتفرغ لدعوة هؤلاء، فعاتبه الله في ذلك. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. هذه صفة عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه. أما من استغنى، هذه صفة هؤلاء الكفار، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هذا كله توجيه من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يتلقى هذه التوجيهات الربانية ويتقبلها ويعمل بها حتى تكامل خلقه صلى الله عليه وسلم. هذا تعامله مع المؤمنين، تعامله صلى الله عليه وسلم مع الجهال الذين يخطئون عن جهل. ما كان صلى الله عليه وسلم يقابلهم بالعنف والشدة، بل كان يقابلهم باللطافة والرقة والمحبة ويوجههم إلى الصواب. في مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه إذ جاء أعرابي من البادية ما تعلم ولا يعرف آداب المدن وآداب الحاضرة، باق على أخلاق البادية، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه وهم في المسجد، ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد، تبول الأعرابي في ناحية المسجد، شيء مستكره ومستنكر إن واحد يجي ويقول عند الرسول صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة وفي بيت من بيوت الله، بل في أشرف بيوت الله بعد المسجد الحرام وهو المسجد النبوي، الأمر يعني فظيع. فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأعرابي أن يبطشوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه حتى يكمل بوله. ما تركهم يقومونه وهو يبول، أولا لأن هذا يضر الأعرابي، يضر الإنسان إذا شرع في البول ثم قطع البول يضر هذا صحيا، وثانيا أن هذا فيه نشر للنجاسة في المسجد، فقد يقوم الرجل وهو يتقاطر بوله، فبدل أن يكون البول في موضع واحد صار في مواضع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبقائه على حالته حتى يكمل بوله. هذا حلم عظيم وخلق عظيم، يخلي واحد يقول ويستمر بالبول، هذا حلم عظيم وخلق عظيم. فلما فرغ من بولته
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب يعني بدلو من ماء فأهريق على بوله على بول الأعرابي. الرسول صلى الله عليه وسلم عالج الموقف بحكمة وخلق عظيم فيه حسن خلق مع الجاهل وفيه حفاظ على حرمة المسجد وفيه كف لأصحابه أن يتسرعوا. هذا نموذج من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. بينما لو يرى واحد منا إذا كان عنده غيره رأى واحد على منكر هل يعمل مع هذه الأعمال بالحكمة وبالمعالجة الطيبة أو أنه ينهره ويتكلم عليه أو يشتمه فيزيد الشر شرا وربما يتطاول هذا المخطي يتطاول على هذا الآمر والناهي فيحصل شر. فعلى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى أن يعالجوا أخطاء الناس كما عالجها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحصل المصالح وتندفع المفاسد. في مرة كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فجاء رجل فسلم لأن كان في أول الإسلام كان الكلام جائزا في الصلاة. فهذا الرجل ما درى أن الأمر تغير وأنه نسخ هذا الحكم لما نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين أمرهم الله بالسكوت في الصلاة. كانوا في الأول يتكلمون يحدث أحدهم الرجل إلى جنبه حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. هذا الرجل ما درى ظن أن الأمر باق على ما كان فلما جاء سلم ولم يردوا عليه السلام بل نظروا إليه نظرة استنكار فقال يا ويله ماذا صنع. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم دعا يقول الرجل فلا والله ما رأيت معلما أحسن منه ما نهرني ولا كهرني بل قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين وإنما هي تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل. هكذا صلى الله عليه وسلم كان يعلم الجاهلين بالحكمة والرحمة والرفق حتى يؤثر فيهم وحتى يقبل دعوته كل من سمع بتعامله صلى الله عليه وسلم هذا التعامل الطيب. فهكذا يجب على المعلمين وعلى الدعاة أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الشق الثاني وجوب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث للاقتداء به صلى الله عليه وسلم وأمرنا بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم واتباعه وطاعته. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال سبحانه وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فنحن مأمورون بطاعته والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى أخلاقه وفي أعماله وفي أقواله صلى الله عليه وسلم. فمن اقتدى به فإنه يكون على طريقته وعلى منهجه صلى الله عليه وسلم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فمن كان يريد الفلاح فليقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، من كان يريد الهداية فليقتدي بالرسول وإن تطيعوه تهتدوا، من كان يريد الجنة فليقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه الذي يدل على الجنة، من كان يريد رضا الله فليتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان يريد محبة الله له كان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الناس بالاقتداء به، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فنؤدي الصلاة على الصفة التي كان يؤديها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقوالها وأفعالها وسننها وواجباتها وأركانها وشروطها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولا تصح صلاة أو لا تتم وتكمل إلا بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم في صلاته. فالاقتداء به في الصلاة إما أن يكون واجبا لا تصح الصلاة إلا به، وإما أن يكون مستحبا لا تكمل الصلاة إلا به. وفي الحج حج صلى الله عليه وسلم بأصحابه حجة الوداع، وكان كلما أدى منسكا من مناسك الحج يقول: خذوا عني مناسككم، يعني تعلموا مني كيف تحجون كيف تؤدون الحج، لأنه صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الذي يبين للناس ما نزله الله إليهم، هو الذي يفسر القرآن عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله وتقريراته. فهو صلى الله عليه وسلم القدوة وهو المتبع وهو المطاع. كل من أراد النجاة والسلامة ودخول الجنة والنجاة من النار فعليه أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن يطيعه فيما أمر وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يطيع الله إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من أحدث عبادة أو قولا أو فعلا مخالفا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مردود عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين مهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا طريق إلى الوصول إلى الله عز وجل وإلى رضاه ومحبته وإلى دخول جنته إلا باتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أنه يصل إلى الله
من غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لن يصل إلا إلى النار ولن يصل إلى الله أبدا، لأنه ضيع الطريق الذي يوصل إلى الله. ومن ضيع الطريق فإنه يحرم الوصول إلى ما ذهب إليه وإلى ما قصده. فلا صلاح ولا فلاح ولا نجاح ولا نجاة لهذه الأمة إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما أمر وترك ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، وأن يتخذ القدوة في كل عبادة وفي كل قول أو فعل يتقرب به العبد إلى ربه عز وجل. فإن الله جعل هذا الرسول دالا عليه ومرشدا إليه ومبينا لما يرضاه سبحانه وتعالى وما يحبه، فهو القدوة الوحيدة للناس. لا يقتدى بأي أحد إلا من اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم، أما من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ليس قدوة مهما كانت منزلته ومهما كانت مكانته في الناس، ما دام أنه مخالف لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجب هجره والابتعاد عنه، لأنه يدعو إلى النار. فالذي يدعو الناس إلى منهج أو إلى طريق غير طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهجه فهذا يدعو إلى النار. قال الله سبحانه وتعالى: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وقال سبحانه وتعالى في فرعون وأتباعه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فهذا وجوب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، فليس لنا قدوة ولا متبع ولا إمام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اقتدى به من أهل العلم والصلاح. أما من خالف هديه صلى الله عليه وسلم وخالف نهجه صلى الله عليه وسلم سواء كان متعمدا أو مخطئا فليس لنا أن نقتدي به ولا أن نتبعه. هذا هو وجوب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ولن يصل أحد إلى الله ولن يدخل الجنة إلا إذا كان مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما من خالف النبي صلى الله عليه وسلم وابتكر طريقا لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا طريق الشيطان، وهو طريق إلى النار لا يوصل إلى الجنة ولا يوصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى. فالذين اتخذوا لهم قادة وأئمة وقدوة غير الرسول صلى الله عليه وسلم يزعمون أن لهم فضلا وأن لهم صلاحا وأن لهم مكانة وأن لهم ولاية وهم على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء ضالون وهؤلاء يسيرون في طريق النار في طريق جهنم، وهؤلاء داخلون في زمرة إبليس. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن إبليس إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فلنحذر من هذا. وليكن قدوتنا هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا نقتدي بغيره إلا من اقتدى به وسار على نهجه وتمسك بسنته. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العاقبة وحسن الختام، وأن يثبتنا وإياكم على دين الإسلام واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما نأتي وفي كل ما نذر. صلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. يمكن يعني بارك الله فيك يا مولاي الشيخ وجزاك الله عنا خير الجزاء. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزانه الحسنة بك يوم القيامة. إخوة الإيمان، الأسئلة كثيرة وقد نأخذ ما يسر منها بإذن الله قبل الأذان، ثم نستمر بعد ذلك بعد الأذان إلى وقت الإقامة. فرأينا مع فضيلة الشيخ متسع بشيء من هذا، ثم رأينا بعد الصلاة، والأمر بعد الله جل وعلا له. هذا فضيلة الشيخ، هذا السؤال على العموم. الكل يقول من خلال كتابته أنه يحبكم في الله، ويدعو لكم من خلال زيارتكم ولقائكم بالجميع، والكل يذكر هذا من خلال أسئلتهم. أما السؤال الأول، يقول السائل: لدي أرض منها من الدولة، وقد أفرغت صكها منذ 4 سنوات، وأنا عدو أهل البيت، هل على هذه الأرض الزكاة مدة هذه السنوات؟ أتابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جعلنا الله وإياكم من المتحابين فيه. وأما الأرض التي حصلت عليها وملكتها ثم نويتها للبيع وعرضتها للبيع وتمت عليها سنة أو سنوات، تجب فيها الزكاة عن كل سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا الزكاة فيما تعدونه للبيع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهي أرض تجارية، أصبحت تجارية مثل سائر السلع التي تعرضها للبيع في دكانك أو في معرض، سلعة من السلع، إذا تم عليها الحول تقومها، يعني تثمنها بما تساوي عند تمام الحول، ثم تخرج ربع العشر من القيمة التي تساويها عن السنة الأولى وعن السنة الثانية وعن السنة الثالثة، وهكذا كل سنة تقومها بما تساوي في تلك السنة، تخرج ربع العشر. بارك الله فيك. السؤال الثاني من الشيخ، يقول السائل هنا: قد شرع الله الخالق السعي في الأرض طلب الرزق، وقد سمعنا مؤخرا ممن يحزن أيام العامل باسم كفيله، نرجو منكم توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا. نعم، لأنه إذا جاب العمال تركهم يعملون عند الناس ويأخذ عليهم مبلغ محدد كل شهر، فهذا لا يجوز. هذا صدرت فيه فتاوى وقرارات من هيئة كبار العلماء، لأنه يخالف الشرط الذي وضعه ولي الأمر، لأن ولي الأمر ما سمح للناس يجيبون عمال ويتركونهم يشتغلون عند الناس طمعا في محصولهم، وإنما رخص في جيب العمال للعمل الذي عنده يعملون عنده، يدفع لهم راتب، هذا الذي جاءوا على أساسه، وهذا هو النظام الذي وضعته الدولة. أما المتاجرة بالعمال فهذا أولا أنه مخالف لولي الأمر، وطاعة ولي الأمر واجبة، وثانيا أن فيه أكلا لتعب هؤلاء العمال المساكين بغير حق، فأنت ماذا تأخذ هذا في مقابل إيش؟
مقابل الكفالة، الكفالة ما يؤخذ عليها مقابل. الكفالة يقول العلماء إنها من عقود الإرفاق لا يؤخذ عليها مقابل، أنت ما بذلت شيء إلا الكفالة، الكفالة ما يؤخذ عليها مقابل. أنت جايبهم على أنهم على أن عندك عمل تبيهم يشتغلون في عملك، هذا الذي رخص لك ولي الأمر. لكن تبين أن ما عندك عمل وإنما جئت بهم طمعا في محصولهم، هذا أمر لا يجوز، وليس هذا من تحريم ما أحل الله، بل هذا هو ما حرم الله. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم. بارك الله فيك. هذا السائل يسأل في سؤاله ويقول: يقول إذا صرف شخص لآخر شيكا بمبلغ معين وكان رصيده لا يغطي، فيقوم البنك بتغطية المبلغ مقابل مبلغ زهيد، هل هذا العمل جائز أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. هذا العمل باطل ربا، لأنه قرض بزيادة. البنك أقرض صاحب الرصيد الناقص، أقرضه هذا النقص بزيادة يتقاضاها منه، هذا هو عين الربا. قال صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا قرض جر نفعا وهو الزيادة. فالبنك ما أقرضه لله، وإنما أقرضه للزيادة، والقرض عقد إرفاق يقصد به إعانة المحتاج ثم يرد بدله من غير زيادة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول سائل فيه: ما حكم الضمان البنكي؟ الضمان البنكي الأصل في الضمان أنه عقد إرفاق كما قال العلماء، يعني تضمن واحد من أجل إعانته على تحصيل مقصوده، وأنت إن عجز عن التسديد أن تتحمل، لأن الضامن غارم، هذا معنى الضمان في الفقه. إن واحد يتدين من شخص ولكن الشخص ما يعطيه لأنه يظن أو يغلب على ظنه أنه ما يستطيع الوفاء، فيقول له: هات لي كفيل، هات لي ضامن، بمعنى أنه يسدد عنك لو عجزت أو ما قلت أو ما حصل أن يتمكن من أخذ حقي منك، فهذا الضامن يدفع تحمل، فهو وثيقة، توثيق، هذا توثيق للحق، هذا إحسان. الضامن محسن يعين هذا المحتاج، فلا يجوز له أن يأخذ على ضمانه شيئا، لأن هذا فعله من باب الإحسان، يريد الأجر، مثل القرض تماما، مثل القرض يراد منه الاستثمار الأخروي والثواب، ما يراد منه الاستثمار الدنيوي والطمع. فالضمان لا بأس به، شيء طيب، ومن عقود التعاون على تحصيل المصالح، سواء كان هذا الضمان من أفراد أو من مؤسسات، والأصل في هذا مثل قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. الزعيم هو الضامن. وهو كما عرفتم مقصود به الإحسان إلى المستدين، تمكينه من حصول مقصود، وكذلك والضامن يحصل على الأجر من الله سبحانه وتعالى ويرجع إليه حقه، إذا سدد عنه يرجع عليه حقه يطالبه، كأنه صفة قرض أيضا، تحمل، وإذا سدد صار قرضا في ذمة المضمون، فلا يجوز أن يأخذ زيادة على ذلك، يكون هذا من الربا. نعم.
هذا السائل يسأل في سؤال يقول: ما حكم تركيب جهاز الصدى مع مكبرات الصوت في المسجد؟ هذا من المبالغة وتنطع الشديد في الصلاة في القراءة. المقصود من الإمام أن يسمع من خلفه، أن يسمع من خلفه من المصلين، هذا هو المقصود. أما ما زاد عن ذلك، يعني كان صوتا مرتفعا، صوتا مزعجا، أو أن الصوت يطلع عن المسجد ويشوش على المساجد الأخرى وعلى البيوت التي حوله، فهذا أمر يشوش العبادة، وقد يكون مصحوبا برياء وسمعة من هذا الإمام، يريد أن يسمع الناس صوته ويثنون عليه ويجلب الناس يجون يصلون وراه وما أشبه ذلك من المقاصد. فأنا أرى إن هذا من المبالغات، وأنه يكفي صوت الميكروفون المجرد من غير أن يكون معه زيادة صدى، زيادة تضخيم للصوت بدون حاجة. نعم، بارك الله فيك. هذا السائل يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، يقول بأن البنت عند مرورها أمام المصلي تقطع صلاته حتى وإن كان سنها صغير، فهل هذه المقولة الصحيحة أثابكم الله؟ هذه المقولة ليست صحيحة. البنت الصغيرة التي لم تبلغ لا تؤثر على صلاة من مرت، لأنها بنت صغيرة ما تعقل شيء ولا تقطع صلاة من مرت من أمامها. لكن الكلام في المكلفة البالغة هذه محل خلاف بين العلماء، هل تقطع الصلاة أو لا تقطع البالغة؟ أما الصغيرة فلا، لأنها غير مكلفة ويشق منعها ولا تفهم، لو أشرت إليها ما تفهم. نعم، بارك الله فيك. هذا السؤال فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الطريقة المثلى للاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ الطريقة المثلى والوحيدة دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله إلى أن توفاه الله، وهي ميسرة ولله الحمد، ومحققة ومصححة وموجودة. تقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم وتعمل بها وتقتدي به بها صلى الله عليه وسلم. وكذلك وقبل هذا كله دراسة القرآن الكريم تفسيره، دراسة السنة الأحاديث النبوية مطالعة شروحها معرفة معناها، هذا مما يعين على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. سؤال أهل العلم، إذا كان الإنسان ما يستطيع القراءة أو لا يحسن، يسأل أهل العلم عن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، أو ما كان صلى الله عليه وسلم سنه لأمته، يسأل أهل العلم ويعمل بما يفتونه به. نعم، بارك الله فيك. السائل يسأل يقول في سؤاله: هل الحديث من لا صبر له لا دين له هل هو صحيح؟ والله أنا ما أعرف الحديث بهذا اللفظ، لكن الذي أعرفه كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إنه قال: الصبر من الدين كمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا صبر له لا دين له، أو كما قال. هذا من كلام علي رضي الله عنه فيما أعلم، أما أنه حديث فلا أعرف هذا. وعلى كل حال الصبر ما في شك أنه مهم جدا، والله أمر به في القرآن في أكثر من 70 موضع، أمر بالصبر. اللي ما عنده صبر ما يستمر في العبادة ولا يستمر في الطاعة ولا يستمر في الدعوة إلى الله ولا يستمر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يستمر في الجهاد، لا يستمر في قيام الليل، لا يستمر في الصيام، بل ربما لا يستمر في أداء الفرائض، لأن الفرائض تحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر، صلاة مع الجماعة لا سيما وقت النوم، وقت البرد، وقت التعب، هذا يحتاج إلى صبر.
فالذي ما عنده صبر ما يستطيع انه يستمر في العبادات. نعم. بارك الله فيك. مسألك الله. هذا السائل يسأل يقول بسؤاله: هل يجوز التأمين على الممتلكات مثل السيارات وغيرها وكذلك الأرواح؟ تأمين التجاري بجميع أنواعه لا يجوز، لأنه أكل للمال بالباطل ومخاطرة، وفيه كثير من المخاطر، وهو ليس من عقود من العقود الشرعية، إنما هو عقد مستورد من عادات الكفار الذين لا يبالون بالحلال والحرام. فهذا التأمين على الصحة، على السيارة، على الممتلكات، على البضائع، هذا كله من أكل المال بالباطل. الإنسان إذا أصابه شيء فإنه يتحمل غرامته أو نقصه أو خسارته ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، والله يعينه. أما أنه يأخذ أموال الناس، يمكن تصيبه جائحة تستغرق مئات الآلاف، تحملها الشركاء والمساهمون فيأكلوا أموالهم بغير حق، لا، ما يجوز. تستغرق بعض الجوائح ملايين يتحملها المساهمون، جائحة يستحملونها، ما يجوز. لا، في المال بالباطل. أو إنه يسلم ولا يجي شيء نبت، يروح ماله اللي هو دفع، يروح بغير حق، يأكلونها الآخرون فيؤكل ماله بغير حق. الله جل وعلا أمر بحفظ الأموال، نهى عن إضاعة المال. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يكره لكم قيل وقال وإضاعة المال. هناك من التعاملات الشرعية ما يغني ولله الحمد عن هذا التعامل، البيع والشراء والتأجيرات والاستثمارات الشرعية كلها تغني عن هذا العقد المشتمل على المخاطر و تغرير بالناس وأكل أموالهم بغير حق. نعم. بارك الله فيك. هذا كالله له أسئلة ضمن أسئلته، يقول: هل حسن الخلق إلهام من الله؟ وله سؤال ثاني يقول: إذا أحسن الرجل خلقه لأجل يمدحه الناس شرك؟ وله سؤال ثالث يقول: ما هي الوسائل التي تحسن الخلق؟ شيئا فشيئا. نحطها الأولى. يقول: هل حسن الخلق إلهام من الله؟ حسن الخلق على قسمين: قسم إلهام من الله سبحانه وتعالى، والقسم الثاني التخلق وتعود هذا الشيء. يتعود الإنسان هذا الشيء بالممارسات والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بأهل الخير، هذا تخلق يسمى. وأما أصل الخلق فهو من الله جل وعلا. نعم. الثانية: إذا أحسن الرجل خلقه لأجل أن يمدحه الناس شرك؟ نعم، كل عمل يعمله الإنسان مما يبتغى به وجه الله وهو يريد به مدح الناس يكون رياء، والرياء شرك. الرياء شرك. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا يشمل الرياء. نعم. النقطة الثالثة يقول: ما هي الوسائل التي تحسن الخلق؟ الوسائل كما سلف إن الإنسان يتعلم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة ومن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك من صحبة الأخيار يتعلم منهم حسن الخلق وحسن التعامل. إذا صاحب الأخيار استفاد منهم وتأثر بهم. نعم. بارك الله فيك. هذا السؤال يقول السائل فيه: فضيلة الشيخ، ما حكم من يكون إماما رسميا ويوكل شخصا يصلي بدلا منه دائما، وقد يكون هذا الإمام موجود في البلد وقد يكون طالبا في الجامعة في بلد آخر؟ هذا عمل لا يجوز. إذا تولى الإنسان
عملا من الأعمال وجب عليه القيام به لأنه أمانة. وأيضا إذا كان يقبض في مقابله شيئا من المال فإنه لا يحل له إلا إذا أدى العمل على الوجه المطلوب. إذا كان ما يستطيع أن يقوم بالإمامة لا يتقدم إليها، يتركها لمن يقوم بها ولا يسيطر عليها ويهملها، الأمر لا يجوز. نعم إذا كان عرض له عارض من مرض أو سفر ليس بمستديم، سفر عارض لا مانع أن يوكل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوكل من يصلي بالناس إذا غاب عليه الصلاة والسلام، كان يستخلف ابن أم مكتوم إذا سافر للغزو أو سافر، ومرة خرج صلى الله عليه وسلم للإصلاح بين أناس حصل بينهم نزاع، فتقدم أبو بكر وصلى بالناس، حضر النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر أبو بكر، تقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنيابة عند الحاجة العارضة جاهز. أما الإنسان اللي ما هو قائم بالعمل وإنما يأخذ الوظيفة ويترك العمل ويوكل عليه واحد، هذا ما يجب، يجب يتخلى عن العمل حتى يقوم بغيره. نعم بارك الله فيك. هذا السائل يقول: هل الصفات الخلقية ثابتة ومتفق عليها فعلا؟ يقصد الرسول صلى الله عليه من أنه طويل الشعر ويصل إلى كتفيه وأنه أحمر الوجه وما إلى آخره، رغم أننا سمعنا عن بعضهم يعني خلاف ذلك أنها ليست ثابتة. كان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس خلقا، كما أنه أكمل الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. نعم، وكان له شعر في رأسه كان يرجله، وكان صلى الله عليه وسلم يتركه إلى أن يصل إلى كتفيه أو إلى شحمتي أذنيه عليه الصلاة والسلام، فهذا من سنته صلى الله عليه وسلم. غيره، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم أحمر، كان أبيض عليه الصلاة والسلام مشربا بحمرة، وكان ربعة عليه الصلاة والسلام، ليس بالطويل ولا بالقصير عليه الصلاة والسلام، كان أجمل الناس صورة وأجملهم خلقا عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله يعني هل هي ثابتة؟ ثابتة، هذه ثابتة ما في شك. نعم أثابك الله. أخ يقول سائل يسأل يقول في سؤاله: شخص أحرم بعمرة وبعدما أنهى السعي وقبل الحلق ذهب مباشرة إلى التنعيم وأحرم بعمرة لأحد والديه ثم أنهاها وحلق، السؤال: نسيانه للحلق في العمرة الأولى هل له أثر في العمرة الثانية، وما أثره في العمرة الأولى؟ هو أحرم بالعمرة الثانية قبل أن يكمل العمرة الأولى، فعليه أن يذبح شاة بدل هذا، يذبح شاة في مكة تجزي في الأضحية ويوزعها على الفقراء، فقراء الحرم، عوضا عن الحلق الذي تركه في العمرة الأولى. نعم بارك الله فيك. سؤال السائل يسأل يقول في سؤاله: في لفظ الشهادتين يقول بعض الناس: أشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الغمة، السؤال: ما حكم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بكشف الغمة؟ إن كان القصد أنه أزال الجهل عن الناس وأزال عنهم ما كان بينهم من التناحر والعداوات، هذا هو الغمة، هذا هو قصده، فلا بأس. أما إن كان قصده أنه يكشف الغمة بمعنى أنه يفرج الكروبات ويزيل الشدائد، فهذا ليس إلا لله
سبحانه وتعالى. على كل حال فجنب هذا اللفظ أحسن. جزاك الله. الأخ يسأل يقول بسؤاله: هل سوء الخلق مانعا من أخذ العلم من الشيخ الذي يحمله، وخلقه في الظاهر فيه نوع سوء وقسوة؟ لا، ما يمنع تأخذ العلم عن الشيخ ولو كان إنه خلقه يعني فيه شيء من مما لا يناسب. أنت قصدك العلم، تأخذ العلم عنه والحمد لله، وأما ما يحصل منه هو فهو المسؤول عن ذلك، أما أنت فأنت تستفيد من علمه. نعم. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ يسأل يقول السائل هذا: ما هي شروط الإمامة، وهل تجوز إمامة من هو حاسر الرأس؟ شروط الإمامة أن يكون عالما بأحكام الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سنا، إلى آخر الحديث. الحاصل أن الإمامة يشترط أن يكون عالما بأحكام الصلاة من قراءة ومعرفة بشروطها وأركانها وواجباتها، وإذا حصل سهو يعرف كيف يتصرف، وما هي أحكام السهو إذا حصل. تعلم أحكام الصلاة لا بد من هذا، ويقدم الأمثل فالأمثل، يعني الأحسن فالأحسن. وأما أنه يصلي وحاسر الرأس هذا جائز، أن ستر الرأس في الصلاة ليس واجبا ولا شرطا من شروطها ولا ركنا من أركانها، وإنما هو من تجميل الهيئة فقط. إذا حصل أنه يلبس على رأسه شيئا هذا أحسن، وإن لم يحصل فصلاته صحيحة. نعم. لا يشترط في الصلاة إلا ستر العورة فقط، وما زاد عن ستر العورة فإنه من المكملات. نعم. أسألك الله. له سؤال آخر يقول: كلما أقدم على عمل حسن أجد في نفسي أن ذلك رياء أو من أجل الناس، وأحاول أن أدفع ذلك جهدي. هذا من الشيطان، فعليك أن لا تلتفت إليه، ترفضه وتقدم على العمل الصالح، ولا يهمك الشيطان ووساوسه. الشيطان يريد أن يمنعك من العمل الصالح ويأتيك بهذه الشبهة، يقول: هل تريد رياء أنت؟ لا تعمل كذا لأنه يخشى عليك من الرياء. هذا من الشيطان، فعلى الإنسان أن يرفضه وأن يقدم على الخير. نعم. بارك الله فيك. السؤال يسأل هذا السائل يقول: إذا طلق الرجل زوجته بسبب شجار حدث بينهما، ثم بعد زوال هذا الحدث راجعها بغير أن يتحدث بذلك إلى أحد أو الذهاب إلى محكمة أو إشهاد، فهل هذه المراجعة صحيحة، وهل يجب كتابته أم لا؟ إذا كان الطلاق دون الثلاث ولم يأخذ عوضا من المرأة، يعني لم يأخذ من المرأة فدية، فإنه يجوز له الرجعة بالقول أو بالفعل. الرجعة تكون بالقول وهذا أحسن، وراجعت زوجتي، أو بالفعل إذا جامعها بنية الرجعة ألا يكفي. والإشهاد سنة، إذا أشهد على ذلك فهو سنة مستحب، لكن ليس شرطا في صحة الرجعة. قال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، هذا من باب أمر الإرشاد والاستحباب. فلو راجعها بدون أن يشهد أحد وهي في العدة لم تخرج من العدة فرجعته صحيحة، بشرط أن يكون الطلاق دون الثلاث، وأن لا يكون قد أخذ عليه عوضا من المرأة أو من غيرها في مقابل الطلاق.